زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما زي ما انتوا عندنا برنامج علشان اكتشاف المواهب الموسيقية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية أيضا. شرطنا أن الأولاد ينضموا للمؤسسات، ينضموا معنا بعد كده في التعليم لما نكتشف تحاضر ومصادقتهم، يبتدوا ينتظموا إن شاء الله معنا في العام الدراسي بإذن الله القادم. في أنشطة رياضية تدريبية، نادي المقاولين العربي يستضيفه مرة في الأسبوع علشان يتدربوا، عشان نشوف المواهب ونقدر نعمل فرقة، الفرقة دي تكون تقدر انها تلعب وتكبر ويتم رعايتها رعايه خاصه. احنا قايلين للولاد انه مش معنى ان كلنا عاوزين نلعب كوره ان احنا بالضروره كلنا موهوبين، فاحنا بنلعب كوره علشان نتعلم الاخلاق الرياضيه، عشان نتعلم الالتزام وعشان نحافظ على صحتنا، لكن ايضا هيتم اختيار الاولاد المتميزين منهم. احنا حبينا نجيبهم النهارده مركز شبابي الجزيره لانه مكان جميل جدا علشان يلعبوا، عشان يبقى في جمهور بيشوفهم ويكتسبوا ثقه في نفسهم. دي نهايه المرحله الاولى من الدوري، لكن في 6 أسابيع تانيين و6 أسابيع في اخر الصيف، بحيث يبقى عندنا دوري كبير ونختار منه مواهب كثيره. نتمنى كابتن حسن شحاته ويدربنا.